السلام عليكم مستمعين قناة سمحكيتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم كلها جيدة. اليوم كيف ما العادة جبت لكم قصة جديدة، آهات ومعاناة ومشاكل وكوارث جديدة. اليوم معانا واحد الحالة خاصة ديال واحد السيدة اللي في العمر ديال قدر نقول لكم الوليدة، مي دارت واحد المشكل صعيب وعاوز، وهي دابا باغا الحل بحال هكا تستنجد بينا. فالله يجازيكم بخير رفقا بها، احنا عارفينها غلطت، ولكن حتى الا انبتوها وبختوها بطريقه اللي تكون زوينه وفي النيه، ما تسبوها ما تعيروها ما حتى شي حاجه، بقاو معايا حتى النهايه وما تزبيوش الحكايه باش فهموا. هذه ضروري تسمعوا ليها من الاول حتى الاخر. جيمو كومونتير وبارطاجيو كامل. الله يجازيكم بخير، ويلا نسمعوا السيده شنو كتقول في القصه ديال اليوم. السلام عليكم، معكم العاليه، العمر ديالي 52 سنه، غادي نبان لكم كبيره شويه، ولكن المشاكل اللي عندي كبر مني وبزاف. انا خواتاتي وبنياتي عشت العذاب ومازال في نفس العذاب ليومنا هذا. المهم باش تعرفوا قصتي خاصني نبداها لكم من الصغر. كبرت وعشت في العروبيه، كنت مكرفسه وبزاف حيت كبرت وعشت غير مع مرات الوالد. انا امي ماتت وخلتني باليدين في الاعوام الاولى، كنت مع واحد عمتي هي اللي كانت مقابلاني، ولكن غير تزوج الوالد رجع هزني وجابني عند مراتو. هاد خيتي هادي غادي تدوز عليا القطران، وكان جنها فيا من نهار حليت عينيا فيها، وهي كتضربني وكتعامل معايا خايب. انا كنت باقا صغيره، ما كنتش كنقدر نقول ليها علاش كتضربيني، واخا كتضربني ما كنقدر نقول والو، وكنجيب الطم وكنسكت حيت هي كانت كتهددني باش الا مشيت عند الاب ديالي وتشكيت ليه اكيد غادي تشدني وتجري عليا ولا تضربني. كانت كتقول لي عرفتي انتي شي نهار غادي نقدك وندبحك ونقطعك طريفات ونديك للكلاب ياكلوك. ما انا كنت باقا صغيره كنت كنخاف منها بزاف. المهم نقدروا نقولوا استغلت الضعف ديالي وغلبت عليا ودارتني من تحت الباطا. ما كاينش شي نهار كيدوز عليا بلا ما تبكيني ولا بلا ما تضربني. انا ما كان عندي ما ندير من غير انني نصبر ليها وما نقول ليها والو. صافي بقينا بحال هكذا. من بعد هي ناضت حملت عطاها ربي جوج ديال الوليدات توام، منين ولدت جوج ولاد زادت تركبت فوق ظهر الوالد وقالت ليه ارى. هو في الاول كان شويه كيحن فيا وكيعطيني شويه ديال الوقت، غير هي ولدت ليه مراتو جوج ديال العزاره ما بقاش عنده انا فيا غرض، وزيد مراتو اللي غادي ترجع مني خدامه تحت رجليها. والله العظيم الا كانت كتعطيني الخرق ديال ولادها عامرين وصح حاشاكم، وكتقول لي سير صبنيهم في الواد وما تطلعي حتى تنش فيهم. منين كنطلع عندها كتلقى فيهم غير شي طبعه ولو صغيره ولا ما خارجينش مزيان، كتشدني وكتقدر فيا حتى كطيح لي ظهري بالخب. انا ما كنقدر نقول ليها والو. بقيت في المعاناه ديالي معها. مني بديت كنكبر شويه دخلت للمدرسه، داك الساعه كنت كبيره كنت تقريبا عندي شي 9 سنين، حيت هما في الاول ما بغاونيش نقرا، ولكن واحد عمتي طلبت من الوالد يدخلني نقرا واخا كنت كبيره شويه. قالت لي اخويا علاش غادي تقلد بنتك وتخرجها مسكينه بلا قرايه، راه كاع قرانها كيقراو في المدرسه، خليها حيات حتى هي تتعلم واخا غير شويه، هي تقرا وتكتب. المهم بقات معاه اليوم وغدا حتى قنعاتو باش يسجلني في المدرسه. انا ملي مشيت نقرا كنت فرحانه بلا قياس، ايوا بقيت كنمشي انا وشي ولاد عمتي كنقرا وكنرجعوا للدار. مرت الوالد بطبيعه الحال ما عجبهاش الحال حيت ما بغاتنيش نقرا من الاول، وكنت دخلت المدرسه بالسيف عليها حيت هي ما كانتش باغاني نقرا. المهم هي هذيك قريت انا القسم الاول الثاني الثالث الرابع، انا طلعت للخامس الوالد خرجني وما بغانيش نقرا، قال لي صافي انت كبرتي غادي تجلسي في الدار تقبلي خوتك وتعاوني خالتك فلانه في الشقه ديال الدار. انا كنت كنخاف منهم وما نقدرش نقول لهم لا راني باغا نقرا ولا علاش غادي تخرجوني، حيت ما كان عندي ما ندير غير سكت وما بقى لي غير نسمع كلام الوالد وصافي ما عندي ما ندير. خرجت من المدرسه وجلست في الدار، ديما كنت كنمشي عند ولاد عمتي نقرا معاهم، وخا الصراحه خرجوني كنت كنمشي نراجع معاهم. انا ما كنتش صطله كاع، على الاقل كنت كنقرا العربيه وكنكتبها مزيان. صافي مشيت تراسي تعلم داك جوج حروف قلت اللهم لك الحمد، بعدا ما بقيتش اميه. صافي بقيت بحال ما هكداك. ملي وصلت للسن ديال 14 عام مرت الوالد غادي تزيدني للشقه،
هي بالعاني كانت تعطيني نخدم غير الشغل اللي ما فيه ربح، مثلا كانت كتعطيني نسقي من الحاسي ولا نمشي نسرح مع الواليد البهايم ولا نغسل الماعون ونشطب الساحه وصافي. ملي كانت كنت كنبغي نعجن ليها ولا نطيب ليها شي حاجه ما كانتش كتخليني، وكتقول لي انت شغلك معفون ما تحطيش يدك في الماكله وما تطيبيش لينا. ولا شي نهار غفلت انا طيبت شي حاجه ما كانتش كتبغي تاكلها وكتبقى تعيف علينا داك الماكله، كتقول لي انت شغلك معفون وخايب. انا ما كنتش كنقدر نحط يدي في حوايجها غير باش ما تخاصمش عليا. المهم بقيت على داك الحال. ملي درت 16 عام جاو فيا شي ناس خطبوني، هاد الناس اللي خطبوني من العائله ديال امي حسره. بيني وبينكم ما كنتش باغا نتزوج حيت اصلا ما كنتش عارفه حتى شنو هو الزواج، ولكن الوالد ديالي الله يسمح ليه ويغفر ليه منين شاف الناس جات تخطب فيا ما بغاش يردهم وقال لي انت غتمشي تتوكلي على الله وتزوجي. انا هاد المره واجهت الاب ديالي، ولكن يا ريتني يا ريتني ما واجهته ويا ريتني ما هدرت معاه، حيت منين وقفت ضده وقلت لي انا ما باغيش نتزوج ما غاديش نتزوج به، نضى خواتاتي شدني بواحد الصمطه وبقى كيضرب فيا. صورو هو ضربني حيت انا ما بغيتش نتزوج، ضربني وشبه فيا سبان حيت مراته بطبيعه الحال هي اللي حرشته عليا وعمرته عليا، وقالت لي حقه ما تحقى بنتك فلانه وولد اختك فلانه على علاقه، هو اللي واكل ليها الدماغ ديالها وهو اللي حرشها باش ترفض الزواج. وانا يا خوتي ما عمرش ولاد عمتي شي شوفه من غير بحال خوتي، وزيد انا ما كنتش دايره راسي في داك الشيء كاع، ما كنت باقا صغيره يلاه عندي 16 عام وعقلي باقي مبزبز ماشي بحال دابا ولاد اليوم فاطين ومطورين. حنا في الجيل ديالنا كانت الحشمه والوقار وما كناش بحال دابا تليفونات والمسخ اللي كنشوفو. المهم كنت قتله ديال العصا، ما كان عندي ما ندير من غير نحط راسي للارض ونوافق نتزوج بداك خينا اللي ما كنت لا كنعرفو ولا هو كان كيعرفني. درنا زواج تقليدي، انا ما شفتو ما هو ما شافني حتى النهار ديال العرس. مع انا مشيت عنده غير بالفاتحه ما عقدناش انا وياه حيت كانت عندي يلاه 16 سنه كيف ما قلت لكم كنت باقا صغيره. المهم راجلي ما عرفتو حتى النهار اللي جاي يديني عنده عروسه، ملي شفتو كان منزل القب ديال الجلابه على راسو، حتى انا كنت لابسه الحايك، حتى مشيت عندو البيت ديالو بغا يدخل بيا عاد شفت كمارتو. صراحه ما بيهش باقي صغير ويلاه تكون عنده ديك 26 سنه وحتى الزين ما بيهش، ولكن اخوتي غادي يطلع معايا قبيح واعر 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 بزاف ماشي غير شويه. النهار ديال الدخله ديالنا عطاني نغسل ليه رجليه وقال لي حنا عندنا عاده المراه تغسل الرجلين ديال راجلها وتنشفهم ليه في الحايك اللي على راسها. ايوا انا دا داكشي كامل اللي طلب مني، غسلت ليه رجلي بالماء السخون حيت لقيتهم موجدين ليا في البيت واحد البانيو والصابون ديال الحجره باش نغسل المولاي السلطان رجليه. ايوا غسلتهم ليه، انا كنغسل فيهم وهو كيضرب فيا بالباني لداري وكيقول لي غسلي مزيان، بقى عليا بالباني. من بعد ما غسلت ليه رجلي حطهم عليا في حجري مسحتهم في حوايجي، قال لي وانت من اليوم فصاعدا غادي تولي عندي بحال هاد الحايك. قلت ليه كيفاش ما فهمتش، ضحك وقال لي غادي نبقى نمسح فيك رجلي كيف ما بغيت. دفعني وطيحني على واحد الفراش اللي كان مفرش في الارض، دخل بيا بواحد الطريقه وحشيه انا باقا صغيره ما كنت عارفه والو، زائد المعامله اللي تعامل معايا بها كانت خايبه بزاف، كنت خايفه منه فوق القياس. ايوا انا من ديك الليله هذيك وانا في العذاب مع هذا الراجل اللي طلع وحش وحيوان، والله يا خوتي الا كان كيتعامل معايا خايب. ايوا هو نوضني الكوري والشقة والبهايم، انا عاد عروسه صورو مازال ما دوزت حتى 3 ايام على العرس ديالي، جا عندي وقال لي نوضي تقلعي من قدامي. قلت ليه فين غادي نمشي، قال لي تبعيني للكوري. انا خرجت عندو يحسب ليا غادي يوريني شي حاجه، ولكن هو عطاني البالا وقال لي شدي اكسي الكوري من الغبار وشطبيه مزيان. ايوا قد ما انا كنشطب وكنجمع في الغبار قد ما هو كيعاير فيا وكيعيب ليا في شغلي، وهذا الشيء غير المعامله ديالو. لا ما نعاود لكم بلا ما نعاود لكم على العدوزه وما دوزت عليا، وييه اخواتاتي كانت كتعامل معايا خايب مع انا ما كنتش كنعرف نشقى وما كنعرف نخدم لا شغل ديال الدار لا برا ولا لداخل، كنت غير كنشطب وكنغسل الماعن. حاجه واحده اخرى ما كنتش كنعرف ليها، هو منين شافني ما كنعرفش نشقى ما عجبهاش الحال وما عجبوش حتى هو الحال. ايوا غادي يدوزوها عليا بالمزيان اللي بقى لي من ولدها دارتو فيا هي، وحتى راجلها اللي كان واحد الشماته منه ما كاين. هو كان حاشاكم ديوتي وكان كيبغي يطمع فيا، دائما كيبقى يلمح ليا لشي حوايج اللي ما هماش، وزيد لقاني غادي للطواليت كان كيتبعني. ما حنا كان عندنا واحد الطواليت بعيده على الدار جايه على برا،
كنا كندوشو فيها وكنقضيو فيها الحاجه ديالنا اعزكم الله. ايوا هو منين كان كيشوفني غادي لذاك الطواليت كان كيجي تابعني، غير كيشوفني تعطلت كيعرفني غادي ندوش. ايوا منين كنبقى انا كندوش هو كيبقى يطلع عليا من واحد الشق كان في الباب. ما راكم عارفين البيبان ديال الخشب العربيه، مع كانت عندنا واحد الباب غير ملبقه وصافي، هو كان كيبقى كيركب عليا. واحد النهار وانا نقشع ملي شفتو نوض صداع في الدار، قلت لهم عمي فلان كان كيطلع عليا. هما ملي سمعوا بلي هو كيطلع عليا مع كانوا عارفين وزايغ وعيني فالتي، ما بغاوش ما عجبهمش كلامي ومسحوا فيا كلشي ورجعوني كنكذب عليه وكننزل على شيخي الباطل. ايوا العدوزه رجعت كتغير مني، اما الراجل رجع حاط عليا وخايف با ياخذ بلاصتو. ايوا داروني وسط منهم ورجعوا كيمسحوا بيا الارض. والله يا خواتاتي الراجل كان كينوض يضربني على اقل من حاجه، وراه دائما مزرق ليا عيني وكان كيعيط ليا غير بالهضره الخايبه، وزيد كيقلل مني قدام الناس، وخا يكونوا عندنا الضياف ولا الخدامه في الارض كينوض كيضربني وكيسف فيا ودائما كيعايرني، وكاع الناس ديال القبيله كانوا عارفين اني عايشه معاه في الجحيم. هادشي كامل تايس عليا، ما عمر با جا وطلع عليا ولا غير جاي يزورني ويشوف بنتو كيفاش راها عايشه، ولا نهائيا ما كلاهش القلب ديالو نهائيا عليا. انا ما كان عندي ما ندير من غير نصبر ونشد الارض. صافي بقيت المعاناه ديالي ديال دائما، وما كاينش اللي يحن فيك ولا يجي معاك، ما كاين غير اللي يبغي يكمل عليك وصافي. شي الويسات كانوا عندي كانوا دايرين بحال داك الحطب ديال جهنم، وكيشعلوا العافيه من التسع تحلفي عليهم حتى واحد ما بحالهم، ولكن هما كيحفروا عليك غير من التحت للتحت. ايوا انا لقيت راسي حصلت وسط منهم وما كان عندي ما ندير. بقيت على المعاناه ديالي حتى ملي وصلت للسن القانوني ديال العقد ما بغاش الراجل يعقد معايا، والنهار اللي نقول ليه نعقدو كيقلب عليا الطابله وكيبقى يسب فيا وكيضربني، وانا ما كنقدرش نحل فمي حتى بكلمه. المهم بقيت في المعاناه ديالي، من بعد قدر الله عليا وحملت بولدي. انا في الاول ما كنتش عارفه راسي حامله، حتى لقيت كرشي بدات كتكبر مع شحال هادي. راكم عارفين بنادم كان ديا غير في التمره والشقه والخدمه في الخلا وسامح في راسو. المهم منين نبطني الفقده والفيقه لقيت بنادم كيتحرك ليا في كرشي. ملي جات واحد خالت راجلي وقلبتني من كرشي قالت لي راكي حامله، فرحت وعجبني الحال، ولكن ناسي ما بغاوش وما حملونيش نطلع حامله، وبقاو كيسمعوني في الهضره اللي ما هياش، وانا كيف ديما ساكته وضربه الطم. هي هذيك بقيت حامله وفي نفس الوقت مكرفصه. رجعت عليا التماره ديال بصح، كنت كنضل مع الراجل في الخلا، الا كانت شطب انا شطبته، الا كان سقيان على الحمار انا مشيت سكيتو، والا كان تكرفس انا تكرفست. واخا هكداك كنت كنخدم وحط الراس وما كنقولش اح ولا عيت، كيف ما كيقولوا واكل الدق وحمد الله وشكره. بقيت بحال هكذا حتى لواحد الصباح خواتاتي، نضت عدوسي سقط فيا على الصباح، بقات كتخاصم عليا غير على الشكوى ديال الحليب لقاتها ما مغسولاش، يا بقات كتعاني يا المعفونه يا المنسخه يا هادي يا هاديك، يا المرض ديال ماشي ديال الدار يا ديال ماشي ديال الزواج. المهم شي هضره اللي ما تهزياش من الارض. كل ادب قلت لها خالتي راه بنتك فلانه هي اللي خلاتها محطوطه تما، انا كاع ما شفتهاش، هاد الكلمه هادي اللي خرجت من فمي فقط. ايوا السيده تنوض تقرعات عليا وما خلاتش فيا غير اللي نسات، شدتني يا خوتي من شعري وبقات كتشطب بيا داك الارض. دخل الراجل لقاها كتضربني، هي غير شافتو طلقت مني وبقات كتبكي وقالت لي شتي يا وليدي بنت العبد شنو قالت لي وباش عايرتني، وبقات كتكذب عليا. ايوا هو معا كان قلبو محروق من جهتي، غير سمع كلامها ناضي خوتي شدني من العنقره ديالي وزحني مع واحد الحيط، وبقى عليا بالسقل والركل سقل وركل سقل وركل، وكيسب فيا وكيطيح ليا في الهضره. من بعد شدني دفعني جيت مزدوحه في الارض. ايوا غير هو طيحني وانا شدني الوجع في كرشي، بقيت كنتقطع ربي اللي خلقني وكنغوت ما قدرتش حتى نوقف. بقيت كنبكي، جات واحد لوسي بقات كتنوض فيا، ملي وقفت غادي نلقى راسي وليت كامله مترتخه بالدمايات، جاتني واحد الايموراجي. ايوا بقى فيا داك الحريق تقريبا شي ربع ساعه، ما بغاوش يهزوني حتى للسبيطار، عيت فيهم ديوني للطبيب ما داوهاش فيا. من بعد جاوني شي شحاطي اللي في كرشي اللي كانوا حشاكم بحال كنبغي نخرج بكرشي. بقيت كنغوت كنغوت، جات عندي لوسي لقاتني كنتقطع بالحريق وكنغوت ربي اللي خلقني. في الاخير داك الشيء طاح من كرشي وهو مفروز، طاح ليا ولد مول 4 شهور مفرز كامل مكمول. ما نكذبش عليكم بكيت حتى قنعت، حيت هما سبابي هما اللي قتلوا ليا فولدي في كرشي، والمشكل
والله ما اعتذروا مني ولا طلبوا السماحه مني. انا بقيت حتى شبعت من بعد طلبت من لوسي تديني عند با. هزيت ولدي فواحد الثوب ابيض ومشيت وانا حالتي حاله. ما مشيت غير على الحبار وصلت كيف الكلبه المتشرده. مهم ملي مشيت عند الاب ديالي وشافني راجع عنده وانا مخاصمه معاهم ما حملنيش نرجع عنده، واخا شاف حالتي كيف الكلبه وغادي نموت بين يديهم. قال لي علاش جيتي عندي وجبتي معاك هذا الجنين اللي طاح لك؟ صافي سيدي دفني علينا المصيبه، مريضنا ما عنده باس ماشي ديال الدنيا. الوالد ديالي حتى هو ما رحمنيش، جلست معاه واحد 12 يوم بحال دوسها في الجحيم. من بعد هزيت راسي ورجعت عندهم، واكيد غادي نبقى في نفس المعاناه ولا اكثر منها. عاد هما مني شافوني رجعت لعندهم بلا كرامه زادوا حرتوا عليا الشوك وحطوا عليا اكثر من الاول. المهم بقيت خماسه تراسي عليهم وانا ما كنقدر نقول والو. هي هذيك من بعد 3 ديال السنوات طلعت عاوتاني حامله. هو هاد المره مني شافني حامله ما بقاش كيضربني حيت حس بالغلط ديال ديك المره. المهم مني عرفوني حامله عطوني التيقر وما بقاش حاطين عليا، على الاقل تنيت واحد شويه. صافي دوزت الفتره ديال الحمل ديالي عادي. من بعد الله فك وحلي ولدت ليهم العزري وهما كانوا طايرين بالفرحه. مني شافوني ولدت الولد سبحان الله العظيم جاتهم في شي شكل. اما راجلي كان ولدو عندهم قطر ليه من العمر. المهم دوزت اسبوع ديال ولدي عادي. من بعد نط لشغلي بحال ديما. بقيت على هاد الحال ولدي حبيبي كيكبر قدامي وكان ما شاء الله كيحمق بالزين، عنده واحد العوينات كحلين ومحرفين، واللي شافو كيقولوا ليا ولدك زين. انا كنت حاله عيني على وليدي، رجعت كنخمم غير فيه وفي المستقبل ديالو. كنت كنحلم باش مني يكبر ولدي نقريه ونعلمه ونتهلا فيه، ولكن مع كامل الاسف ربي عطاني وليد ولكن من بعد غادي يحرمني منه وغادي يموت وهو عنده عامين ونص. حتى ولفت وليدي وشميت ريحته من بعد خداه ليا ربي، ولكن ماشي خساره فيه. انا اخواتاتي وليداتي النهار كنت مشيت نسقي الماء من البير كان ولدي في داري بقى كيبكي بغى ينزل. انا ما بغيتش ننزلو من داري، ولكن عدوسي قالت لي اري الولد لهنا وتلقينا عمري ما خلينا نطلعوا للدار دغيا. داكشي اللي درت زولاتو ليا من داري، سكيت داك من بعد هزيت دوك البادا ديال الماء فوق الاحمر حاشاكم. ولدي كان مع جداتو، ما عرفتش كيفاش وقع ليها خوتي حتى كنسمع داك الصوت ديال سطاف قاع البير. ملي بقيت كنشوف فينا هو الولد ما لقيتوش، طليت على البير سمعتو غوت غوته وحده وقطع الحس. ولدي طاح ليا في الحاسي وهاد الحاسي غارقو بزاف. بقيت كنغوت وكنليد انا وعدوسي على ولدي، بغيت نتبعو ونجبدو لكن عدوسي ما بغاتش تخليني ننزل. بقيت كنغوت وكنضرب في خادي، الناس ديال القبيله سمعونا وجاو عندي. قلت لهم ولدي طاح في البير، هما مساكن الله يكثر خيرهم ناضوا دلاو الحبال ونزلوا باش يجبدوه واكيد غادي يطلعوه، ولكن وليدي طلع غير خشيبه وكله دمايات جا على واحد الحجره في قاع البير. حبيبي وليدي العمر ديالو طلعت عند الله. ويا اخواتاتي ولدي حبيبي مات ليا، ما نكذبش عليكم شنو دوزت على فراقه. كنت غادي نهبل بغيت نحماق عليه، وحتى راجلي بقى فيه الولد بزاف، ولكن غير دوزنا السبع ديالو نتجرع عليا من الدار وقال لي انت اللي كنتي السبب باش ولدي طاح في البير، حيت العدوزه باش ما تطلعش هي اللي غلطه وهي اللي زولاتو ليا من داري. نات كذبات عليا وقالت لي بلي انا تليت عليه وسمحت فيه حتى طاح في البير. المهم باختصار جرى عليا من الدار، مشيت لدار با وانا مكسوره، مشيت وانا مهرسه من الداخل. ما كانت كتهمني حتى شي حاجه من غير ولدي حبيبي اللي مشى وخلاني مديومه عليه، وليدي اللي كان هو كل شيء في حياتي. دفنتو بقيت في دار با اللي غادي ندوز فيها العذاب والقطره اللي كحل مع مرته، ولكن الحمد لله ما طولتش معاها بزاف. بعد 4 سنين على تلاقي من الراجل الاول، ربي سهل عليا بواحد الراجل في المدينه. هذا الراجل كان كبير عليا، كان عنده في داك الوقت 40 عام وانا كانت يلا عندي 27 عام ولا 28 عام. هاد خينا كان مزوج، مات ليه المرا وخلات ليه جوج ديال الوليدات التوام كانوا يتامى، هو بغا شي مرا اللي تحسن به وبوليداتو. انا ما كان عندي حتى شي مشكل، توكلت على الله وتزوجت بيه ومشيت معاه للمدينه. هاد الراجل لاباس عليه، هو عنده خدمه ديالو خاصه به ولكن لاباس عليه. صراحة تبهض في داك الخير اللي عنده، الدار فيها الطبق الاول والثاني، عنده الطوموبيل، المهم الخير والخمير. فرحت وقلت اللهم لك الحمد، ربي عوضني بهذا الراجل ووليداتو بجوج اللي درتهم بحال وليداتي. تهليت فيهم وكنت مفضلاهم على راسي، والله يا الخوت والله يا الوليدات الا كنت دايره معاهم اكثر من الجهد ديالي. بديت حياتي مع هذا الراجل ووليداتو. في الاول كان التعامل ديالي معايا مزيان، ولكن من بعد عام على زواجنا غادي نكتشف راسي غير درقت الشمس بالغربال. هذا الراجل سكري وعطيها لدعاوي الشر،
ايوا هو جابني عندو للدار غير باش نربي ليه ولادو صافي، اما باش نكون ليه زوجه ما نحلمش بها كاع. الاعوام الاولى كان عطيني حقوقي الشرعيه، ولكن من بعد ما طالت العشرة ما بقاش عطيني اهتمام، بالخصوص من اللي نط ولدت معاه. وفي الاول طلب مني ما نحملش، قال لي انا عندي ولادي ما بغيتش نزيد نولد مره اخرى. في الاول وافقت، ولكن مش راسي انا اللي ضايعه حيت هو عنده ولادو كيحماق عليهم، واش انا نبقى ديما بلا ولاد؟ حتى انا بغيت نولد وليداتي من كرشي، واخا ولادو كانوا بحال وليداتي وربي اللي شاد عليا، ولكن كيبقى ولاد الناس. انا كنت مشتاقه نعمر حجري بولادي من صلبي. المهم درت لي قال لي عقلي، زولت المانع ديال الحمل، تعطلت شويه في الحمل تقريبا شي عام باش قطعت المانع، ولكن في الاخير طلعت حامله. ومني شافني حملت ما بغاش وما عجبوش الحال. ايوا من ديك الساعه هو معيشني في الجحيم، وكان كيتعامل معايا خايب زائد المعيور والسبان، وانا كيف ما ديما ما كنقدرش نعلي فيه حتى راسي حيت ما عندي ما ندير، عارفه راسي الا هضرت غادي نجيبها غير في جنابي. المهم بقيت صبره معاه، في نفس الوقت دايره اللي عليا مع وليداتو، كنت مهليه فيهم وحاسبهم ولادي وكثر عاد. هي هذيك من بعد الله فكوا حيلي ولدت بنيتي، كنت فرحانه بها. صافي بقيت عايشه وساقره، اما راجلي كانت رجليه على برا وكان كيخوني مع بزاف ديال العيالات، وشحال من مره شفت الخيانه ديالو قدام عينيا. ولا نتهضرت ولا قلت شي هضره ولا قلت شي حاجه ولا كنقول ليه شنو كدير ولا شنو هذا الشيء كيدور فيا، وكيخاصم عليا وكيقول لي انت ماشي شغلك ستي ليا فمك، وكيبقى يربرب عليا مع هو غير واحد السكيري منه ما كاين. كنت كنخاف يضربني ولا يفوت فيا شي دقه. المهم كنكمدها في قلبي وساقره وحمد الله وشكره. ونزيدكم اللي كان كيشوفني عايشه في داك الدار وفي داك الخير كان كيحسدني وكيقول لي طلع لك الزهر، جيتي من قلب العربيه ونزلتي للمدينه وعشتي في هذا الخير كامل. ولكن هما كيشوفوا غير الزوق والنفاق، شايفين ديك المعاناه اللي كنت فيها. الراجل الا شي نهار رجع للدار ولقى شي ولدو كيبكي كان كيجبد ليا مومو ديال عينيا، كان كيقول لي انا جبتك باش تهلاي فيهم ماشي باش تضربيهم، كان كيبغي يعميني. انا ما عمرني حطيت يدي عليهم، واخا كانوا كيديروا البساله وكانوا صعابين شويه، كنت دايره معاهم الخاطر اكثر من القياس حيت كيبقاو يتامى، وانا اكثر وحده حاسه باليتيم وحاسه بالحقره، ما كنتش كندير فيهم داكشي اللي داز عليا انايا. والله العظيم الا شحال من مره درتهم في حجري بقيت كنبكي عليهم وكنبكي معاهم. المهم بقيت بحال هكذا، ما غاديش نقول لكم عام وجوج وثلاثه وخمسه، لا خوتي حياتي كامله وانا عايشه في الجحيم وفي المعاناه مع هذا الراجل اللي غادي يدوز عليا. اش غادي نقول لكم، نساني في داكشي اللي داز عليا مع الاول، نساني في كل شيء، نساني في وليداتي اللي ماتوا. كان كيقتلني غير بالبارودي، الراجل كان عاطيني النخال وما كيديهاش فيا. ملي كنهضر معاه كيبقى يستهزئ بيا وكيقول لي وادي قابلي غير دارك وديها في راسك. تصورو كان كيعيف مني وكيقول لي ريحتك فيها ريحه الغبار حاشاكم ديال البهايا. ما علينا كنبدل وكندوش، حتى انا كنلبس حويجاتي اللي نقيين، ولكن هو بالعاني كان كيبغي يطيح بيا وكيضحك عليا وعلى الشكل ديالي. هو بالعاني كان كيبتزني بحال هكذا وكيقول لي بلي العيالات اللي على برا نبقاو زين مني انايا، اما انا كنبقى غير بنت العربيه اللي كانت شابعه سرحه وقمل. ما نكذبش عليكم ما كانش كيبقى فيا الحل، حيت عارفه راسي كنت في العربيه سرحت وتكرفصت وتقملت، ولكن سبحان مبدل الاحوال ربي شاف من حالي وحن عليا، ولكن البشر قبيح بزاف. المهم هو ما كانش كيفلت حتى شي حاجه وما كيعلمنيش بها، وانا اكيد حاطه الراس وصابره. كنت كنقول اللهم هو والعيشه ديالو لا نرجع للعربيه وتكرفس وتدل مع مرت الوالد. المهم بقيت على حالي عايشه وفي نفس الوقت ما عايشاش، راجلي كان مضيعني في حقوقي كزوجه وما كانش عاطيني اهتمام. مثلا الا كانت شي عراضه في العائله ديالو ما كانش كيبغي يديني معاه وكيقول لي انت جلسي في الدار، طورو كيهز ولادو كيخليني انا بوحدي في الدار. ما عرفتش علاش، واش كان كيحشم بيا ولا ما نعرفت. حتى منين كتكون عندنا شي مناسبه ويعرض على صحابو ولا خوتو ونسى خوتو كان كيبقى يتنمر عليا قدامهم وكيبقى يقلل مني. شحال من مره خلاني غارقه في دموعي وكنبكي غير بوحدي. ما نكذبش عليكم بقيت كنرد الخطر ديالي وكنضحك غير بوحدي، حتى جبتها في راسي وقاسني بحال شي كريز. كثرت الاعصاب والفقيس اللي كنت كنتفقس وكنرجع لقلبي، رجعت كنتعصب غير بوحدي لدرجة رجع راسي كيبغي يتكلط عليا بالوجع، وجيت وليت كناخذ الأدوية ديال الراس وديال الكلب. إيوا بقيت كنعاني غير في الصمت، ما كنبغي نبين لراجلي والو، حتى قدام الدراري ما كنتش كنبغي نبين قدامهم باش ما نشغلهمش بيا.
بقيت من تحت الضغط ديال دائما لمدة ديال 20 سنة. ويي 20 سنة، 20 عام وانا مع هاد بنادم في المعاناة والصبرة، حيت ما عندي ما ندير من غير الصبر على قبل الولاد اللي كانوا معلقين بيا وبزاف. حتى لواحد النهار راجلي تخاصم معايا وبقى كيطيح مني قدام الدراري اللي تبارك الله رجعوا رجال وكيحسنوا للحياة. انا بقيت كنجمع في خاطري ما قديت ندير والو. كنت غدا نطرطق، نط داك الفقصه، دخلت للدوش، زولت عليا حوايجي، دوشت بالماء البارد، ما عقت براسي حتى لقيت راسي تحت من السما للارض. غير الدراري وبنتي هما اللي جمعوني من الدوش وستروني وغطوني حتى فقت. انا من فقت لقيت راسي مدوخ. المهم من بعد هزني راجلي داني عند واحد الدكتور ديال العائله، ملي مشي دار ليا الفحص طلب مني شي تحاليل غادي تبين عندي الاعصاب وحتى الضغط ديالي طالع بزاف. قال لي خاصك تتقلم يا مدام وتاخدي الراحه التامه ديالك. طلب من راجلي ما يعصبني حتى بشي حاجه ويخلقوا لي شي جو اللي يخليني زعما ما يكونش فيه الصداع والنقاش. قال له راه خاصها ترتاح مزيان. صافي هزني داني للدار. هاد المره هو تبدل معايا في المعامله ديالو وما بقاش كيغوت عليا وما بقاش داير راسو فيا، وفي نفس الوقت قلب عليا. رجع وقته غير على برا، ما كيدخلش للدار حتى كيدوز العشاء في العشاء، وغير كياكل كيشرب كيدخل البيت ديالو وكيخشي راسو في واحد البيسي. اما انا كنقلب عليا حتى من الناس عزل فراشو عليا في مره واحده. انا كنت كنرد لخاطري بزاف ورجعت مريضه وديما حالتي حاله. ملي كنمشي عند الطبيب ديالي وكيلقى عندي الضغط طالع كيبقى كيسولني مالي وشنو وقع ليا. انا ما كنت كنبغي نقول ليه والو، كنكذب عليه وكنقول حكا غير ولادي كيعصبوني وما بغاونيش ما بغاوش يقراو، وحكا هما سقطوا وما جابوش نقطه مزيانه. ايوا هو كان كيقول لي شوفي يا مدام تهلاي في صحتك وفي راسك وعيشي حياتك، ما تديها حتى في شي واحد، ولادك راهم تبارك الله كبروا وهازين ريصانهم عليك وانت خاصك تشوفي حياتك. ايوا هو هاد الهضره دائما كان كيقولها ليا، والوقت اللي نمشي عنده كان كيبز ليا الضغط ويبقى يهضر معايا. كان دائما فاش كيبغي يوز ليا الضغط ولا باش يدير ليا فحص كيبقى عليا عيشي حياتك ما تديها حتى في واحد. هو كان عارف بلي انا عندي مشاكل مع راجلي ولكن ما قداش نقولها ليه. المهم بقيت بحال هكذا. هاد الطبيب هذا غادي نبقى نمشي عنده بزاف، غير الا وجعني راسي غير شويه كنمشي عنده. تقدروا تقولوا كنت كنلقى راحتي معاه في الحديث وكان كيعجبني نمشي لعندو. هي هذيك بقيت على حالي واحد المده، حتى لواحد النهار كنت عيانه وبزاف ومخنوقه وما عندي خاطر. مشيت للطبيب دخلت عنده، لقيت عنده العياده ديالو خاويه، بقى كيسولني كيفاش دايره وكيفاش عايشه حياتي مع راجلي. قال لي انا مع راجلي كان عارفه ان راجلي صعيب وعصبي وداك الشيء، وكان عارفه انه قبيح وقبل العيالات. وكان قال لي شوفي انا راني حاس بيك وعارفك بلي انت ما هانياش في حياتك الزوجيه. بقى كيجبد لي في لساني وانا بلا ما نعيق وبلا ما نشرب كنت كنعاود ليه. قلت لي عندك الصحة دكتور، أنا ما هنياش في حياتي وعندي مشاكل مع الزوج ديالي. بقيت كنعاود ليه، قلت لي هادي تقريبا 22 سنة وأنا مزوجة بهذا الراجل وما عمرني عشت شي نهار زوين. هو راه كيعايرني ويقلل مني وكيتعامل معايا خايب. بقيت كنشكي عليه وكنبكي. شد ليا في يدي وقال لي هاد الراجل كاع ما عارف بالقيمة ديالك. بقى كيمدح فيا وقال لي كون كنتي عندي نعيشك أميرة وهادي يوديك. مني سمعت هضرتو جاب لي الضحك. قلت لي الله يهديك دكتور، واش انا ما عشتش اميره حتى ملي كنت بعش شبابي؟ بقى لي نعيشها غير دابا، انا علي ندخل في الخمسينات. وقال لي بالعكس انت راكي في واحد العمر اللي كامل النضج ديالك وراكي جمعتي راسك. بقى عليا بشي هضره. قال لي انا بعدا كتعجبني المراه اللي كتكون في هذا العمر ديالك، كنحس بها مراه كامله مكموله وكتكون شاده في راسها وهادي وديك. ما حسيت براسي حتى لقيت راسي اندمجت معاه في الهضره. بقيت كنشكي عليه، هو كان كيتعامل معايا زوين وكان كيتعمد يحن فيا ويرطب كلامه معايا حيت عرف النقطه ديال الضعف ديالي. المهم بقيت بحال هكذا دائما دايره السبابي وكنمشي عندو العياده ديالو وغير بوحدي، ما كنت كنمشي حتى مع شي واحد باش نبقى نشكي عليه ونعاود ليه على راجلي. هو كان كيحاول يخفف عليا ويواسيني ويصبرني. بقينا بحال هكذا حتى لواحد النهار عاوتاني مشيت عنده باش ندير فحص على المراره مع سبق ليا ودرت عليها عمليه وكنت كندير كونترول عليها. داك النهار انا جلست في البلاصه اللي كيديروا فيها الفحص، هو طلب مني نعري على كرشي. طبيعه الحال عريت على حوايجي. ايوا بقى كيشوف فيا، هاد المره ماشي بحال شحال هادي،
هو مولف كتكون معاه مساعده، ولكن هذه المره كان هو غير بوحده. قرب مني وبقى كيتلمس ليا في كرشي بواحد الطريقه اللي في شي شكل. جيت نايضه هو يشدني بيديه قال لي خليك بلاصتك، بقى كيتلمس فيا انا حاولت نبعد عليه، ولكن هو قال لي شش خليك هادئه مالكي انا ما غادي ندير لك والو. بقى كيتلمس فيا وكيتقرب مني بشويه بشويه، انا حسيت براسي ما بقيتش قادره نقاومه وحسيت براسي بديت كنترخى عليه. صافي ناض بالزربه ما كملش معايا داكشي، انا غير شفتو ناض وقفت غطيت راسي لبست حوايجي وجيت خارجه بحالاتي. قال لي وقفي بلاتي، قلت ليه لا خليني نمشي بحالي. مع العلم هاد الدكتور كبير ماشي شي واحد اللي صغير، راجل مزوج بولادو. المهم مشيت للدار وانا كناكل في جنابي كنقول مع راسي ويلي شنو هاد الشي درت، وانا في هاد العمر هذا اللي عندي 48 سنه كبرت وشرفت وخليت واحد يتلمس فيا ويدير فيا هاد الشي هذا. بقيت كناكل في راسي، ولكن من واحد من ناحيه ما نكذبش عليكم عجبني الحال وبديت كنفكر فيه كيفاش بقى كيتلمس فيا. المهم بقينا بحال هكذا حتى لواحد النهار فين مرض راجلي وطاح للارض، كان تزير بالقلب واضطرينا باش نديرو ليه عمليه على القلب. صافي ولادو واحد خو تكلفوا لي بالعمليه، طلع ونزل طلع ونزل من بعد داك العمليه الحمد لله اللي كانت نجحت ليه. ايوا هذاك بقى ناعس في الكلينيك واحد المده، من بعد خرج من السبيطار جبناه للدار. انا اكيد غادي ندير خدمتي معاه كزوجه صالحه، تهليت فيه وكنت كنعتني بيه وكنتعامل معاه بحال المال قليل. المهم في ديك الفتره اللي كان راجلي شاد فيها الفراش جا عندو الدكتور ديالو للدار، وكان كيراقب ليه الضغط ديالو التخطيط ديال القلب. ايوا منين كان كيجي كان كيبقى حاط عليا وكيدير فيا شي شوفات لي في شي شكل وكيبغي يتقرب مني. انا كنت كندير ما في جهدي باش نصدو عليا، ولكن الشيطان الله ينعلو لعب ليا بعقلي. حتى لواحد النهار جا للدار على قبل راجلي باش يعبر ليه الضغط ويراقب ليه دقات القلب ويشوف واش الحاله ديالو كتحسن. داك النهار ما كان حتى واحد في الدار، كنت غير انا وراجلي اللي مريض. ايوا هو منين جا دخلت للبيت عند راجلي دار ليه الفحص عطى ليه واحد المنوم شربو باش ينعس. من بعد جا عندي انا كنت في الكوزينه، هو قرب عندي قلت ليه شنو بغيتي، شدني من يدي بدا كيتقرب مني وكيتلمس فيا وطلب مني المعاشره. رفضت ودفعتو قلت ليه نعس الشيطان دكتور سير بحالك ولا ما غادي يعجبك حال، ولكن بقى عليا بشي كلمات حتى خلاني ترخيت ليه. الشيطان زين ليا داك الطريق هذيك وما حسيت براسي، حتى دخلتو للبيت ديال بنتي وخليتو يتقرب مني بدا من بعد. ما نكذبش عليكم ما حسيتش بتانيب الضمير حتى كملو مشى بحالاتو. عاد رمطني الفيقه وبقيت كناكل في جنابي وكنتفقس من الداخل ديالي. سيمانه وانا كنبكي، سيمانه وانا كنضرب في راسي، ولكن من بعد صافي نسيت شنو وقع. هي هذيك تخينه غادي يطلب مني هذا الشيء شي ثلاثه ديال المرات، والوقت اللي كيجي للدار وكيلقاني غير انا في الدار كيدير معايا الحرم وكيمشي. رجعت كنحس براسي عاد رجعت فيا الروح، حسيت براسي انني مراه. المهم من بعد راجلي شد الصحه ديالو ورجع مزيان كيوقف كيتمشى كيخرج، حمد الله وشكرته منين رجع الصحيحه ديالو. ايوا هي هذيك من بعد داك المرض اللي مرض راجلي بحال تهزم وعيا معاه، هو راجل كبير ماشي صغير، رجعت صحتو اللور. ايوا هو ما لقاني غير انا اللي في جنبو، انا اللي بقيت معتنيه فيه ودايره معاه الواجب ديالي كامل. بقينا بحال هكذا. هذاك الطبيب ما عرفناش شنو دار داك العام، هذاك تشد في الحبس على ما سمعنا، مراته هي اللي شدت عليه الخيانه وتشدت تهمه الخيانه، حكموا عليه بالسجن. والله الله اعلم كل واحد شنو كان كيقول، شي قال شي ناس دعاوه حيت دار شي خطا طبي فادح، شي قال حصلوا في واحد الموقف خايف في العياده ديالو مع شي مريضه، شي قال بلي شي وحده هي اللي بلغت به حيت قلل عليها الحياة. المهم في كلا الحالتين هو تشد في الحبس، وانا ما بقيتش شفتو من داك الوقت هذاك اللي كان راجلي مريض. من بعد حتى حنا بدنا الطبيب ديال العائله، راجلي رجع متبع مع واحد الدكتوره كتعرف اختو. صافي بقينا عايشين حياتنا عادي. من بعد شي عامين بنتي جاو فيها الخطاب، عطيناها لدوك الناس حيت كانوا الناس الله يعمر ليهم الدار. المهم بنتي حبيبتي زوجتها مشات لدارها، اما ولاد راجلي داوها في الدراسه ديالهم شي دار الماستر شي كان كيقرا على الدكتوره. الحمد لله الدنيا بدات كضحك ليا، وليت عايشه حياتي مزيانه، راجلي رجع كيتعامل معايا مزيان وكيحن فيا وكيقول ليا غير لاله فلانه، ما بقاش بيني وبينه مشاكل، رجعنا بحال السمن مع العسل. انا كنت دايره كل ما في جهدي ومهليه فيه في الصحه ديالو وحريصه باش نرضيه ونطيعو، ولكن من بعد شي ثلاثه ديال السنوات غادي يخرج ليا داك الطبيب من الجنب. واحد النهار كنت خارجه كنتقدى شي حوايج حتى كنلقى شدني من كتفي قال لي توحشتك الغزاله، زولت يدو بعدت عليه بقى كيهضر معايا. في الاول كان الهضره ديالو عاديه، ولكن من درت فيه قلت لي حدك من تما
وزوليا من الطريق ولا ما غادي يعجبك حال. هو غادي يبقى يغوت عليا قدام الناس وقال لي خصك تجي عندي للدار وديري معايا بحال شحال هادي ولا ما غادي يعجبك حال. قال لي غادي يمشي عند راجلك وولادك ونشوفك معاهم. انا ما بغيتش ودرت فيه، ولكن هو ما بغاش يتفك مني ولد الحرام، طلع ملقط وماشي راجل. قال لي انا ما عندي ما نخسر غير خدمتي راني خرجت منها وغير مراتي وطلقتني، وانتي على شرفك غادي نشوفك قدامهم كاملين. ايوا السيد رجع كيهددني، وزيد من بعد ما عرفتش منين جاب الرقم ديالي ورجع كيصوني عليا، دائما كيهددني في التليفون. انا ما بغاش نمشي عنده، عارفه راسي في الاول غلطت ودرت معاه الحرام، ولكن انا ندمت ما بغيتش نعاود نفس الغلط. دابا انا ما بقيتش عارفه شنو خاصني ندير، خاف نمشي عند البوليس ونشكي به راجي يعرف شنو كاين، خاف نقولها لراجل يمشي وقع ليه شي حاجه مع هو عنده القلب. والله ما بقيت عارفه ما غادي ندير. دابا انا من تحت التهديد ديالو، من تحت الرحمه ديالو. هو عارفني واحد الخوافه مني ما كاين، وعارفني بلي واحد المراه اللي ضعيفه، هادشي علاش كيهدد فيا. انا مراه كبيره وبعقلي وتحطيت في هذا الموقف الخايب. دابا انا جيت لهاد القناه وبزاف من بعد تفكير طويل وعميق طرحت لكم المشكل ديالي، واكيد بغيت النصيحه ديالكم والنصيحه ديال بنتي امينه. شنو نقدر ندير؟ هادي 6 شهور دابا وانا مقطوعه فيا النفس، رجعت كنخاف من ضلي، والله ما عرفت شنو خاصني ندير. والله ما بغيت نتبهدل قدام ولادي في هاد العمر هذا، راه علينا عندي 52 ولا 53 عام، وزيد عليها بالنسيب وبنتي قريبه تولد، راه ما جاتش يسمعوا ليا هادشي اللي ما هوش. انا عارفه راسي غلطت، ولكن والله حتى ندمت وما عرفت ما غادي ندير. كل ليله كنصلي ونطلب الله يسمح ليا ويغفر ليا، راه قلبي غادي يحبس. ما عرفت ما غادي ندير اخوتي، والهلايب ليكم باش تبليت انايا. عارفه اصعب حاجه، اصعب حاجه على الانسان هي تطلع عليك الهضره وانت عاد كبيره في العمر، راه ما جايش حتى في التعاويذ. المهم حسبوني اختكم خالتكم وميمتكم، ونصحوني الله يجازيكم بالخير. شنو خاصني ندير؟ راني وليت كنخاف من داك الطبيب يجي للدار ويعاود لراجلي شنو وقع ليا معاه، خايفه ولادي يعرفوا الوسخ والمسخ اللي درت. وزيد عليها الضحك بالناس من الفوق والعائله، الا بقاو حتى تعرفوني خنت راجلي مع الطبيب ديال العائله راه غادي يضحكوا عليا، حيت لي في العمر ديالي صعيب طلع لي هاد الشائعه هادي. الله يسمح ليا ويغفر ليا وصافي، والله يعفو عليا، والله ياخذ فيه الحق، هو سبابي. اما انا ما عمرني فكرت نخون راجلي، هو اللي كلا ليا الدماغ ديالي. ديتو سيد ربي، هادو غير الاطباء اللي قال لك مادي القسم باش يحترموا المرضى ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي راسي، حيت حتى انا غلطت اكثر منه وهادشي اللي كاين. شكرا لكم، شكرا صاحبه القناه، نتمنى نكون وصلت لكم القصه ديالي كيف ما هي كيف ما انا عايشاها. سمحي لي بنتي امينه لطولت عليك، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد السيده هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه لالا العاليه، يا لالا العاليه، ونتمنى ان شاء الله ربي يعلي بمقامك ويحفظ لك شرفك. واخا انت شرفك ضيعتي مع واحد الكنس ممسخ، فدرتي واحد الغلط كبير، ارتكبتي جريمه في حق نفسك، في حق زوجك، في حق ولادك، في حق المجتمع كاملين. فالام هي اللي كتربي، واخا هادوك ماشي من صلبك، ولكن كتبقى الام اللي ربات، الام هي اللي كتربي. اما اللي كتولد راه ها هي ولدي وحده، ولكن التربيه ديال سنوات كتلعب دور. المهم علينا، فاول حاجه القصه ديالك كانت مؤثره بزاف، داكشي اللي وقع لك في الماضي وفي الحاضر كذلك ما كانش سهل عليك، وما كانش سهل على وحده بحالك، كنتي محرومه بزاف. فالله يحسن العوان، حنا كنبقاو بنادم وضعيف وبشر، وكاين ربي اللي كيعطيه الصبر وكاين اللي صبره قليل، ولا حول ولا قوه الا بالله. تحطيتي في واحد الموقف لا يحسد عليه الانسان، فبالتالي تحطيتي في واحد الكبيره من الكبائر الا وهي الزنا. فنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك ذنبك ما تقدم منه وما تاخر، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، والله ينجيك من الفضيحه. راه اكبر واكبر واكبر غلطه الانسان يقدر يغلطها هي انه يرتكب الزنا او يخون، لان الخيانه صعيبه وما عندها حتى شي مبرر. واخا نبقاو كنبرروا حتى الصباح، عندك بزاف ديال المبررات اللي تخليك انك تبرري يعني داكشي اللي درتي، وتقولي انا يعني عندي حق ندير وندير حيت راجلي ما كانش كيعطيني اهتمام. ولكن الانسان كيقول لك من اتقى الله يجعل، من يتقي الله عفوا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سمعيني يا لالا العاليه، انا غادي نقول لك النصيحه لوجه الله، انا النصيحه اللي غادي نقولها لك هي بعدي مع داك السيد، حاولي انك ما يجبدكش الهضره وما يجبدلكش لسانك، حيت يقدر يشد عليك الدليل. مادام ما عنده عليك حتى شي دليل
صافي ما تخافي تمشي حاجه، غير هي فاش يصوني عليك حاولي اصلا ما تجاوبيش على الارقام اللي ما عندكش الاسماء ديالهم في التليفون ديالك. اي رقم طلع لك مبدل ديروا له بلوك. الحمد لله كاينه داك النعمه ديال البلوك في اي تليفون، بلوكي عليك الويل وما تعطيهش وقت. حاولي تجلسي في دارك القدر المستطاع، والا ما بغاش يبعد عليك اكيد غادي تقوليها لراجلك ونقري، مادام ما عنده حتى شي دليل عليك، ما عنده ما يدير، ما عنده ما يصور منك، يعيا يهضر ويحل فمه ما عندوش شي دليل، انت نقري وقول لهم انا ما درتش. واخا الصراحه ما يعني ما عندك ما غادي ديري، غادي نقول لك شوهي راسك براسك، ربي يسترك، صافي خليه يستري ما سر الله. فين ما يهضر معاك هذا لا تلقاك في الشارع ديري يدك فنيك وغوتي جمعي عليه امه لا اله الا الله، اش غادي يدير كاع؟ قول له عندك شي دليل جبدو. انت غير ما تهضريش معاه في التليفون جبد لك لسانك، وتا الا شي نهار هضرتي معاه ما تخليش يفكرك بالماضي، واخا يقول لك شي حاجه كل شو كتخربق، انت واقيلا مرض واش كتحلم؟ انا امتى اصلا عرفتك وامتى؟ واخا كنتي كتمشي عنده قال لي انا كنت كنمشي عندك كمريضه وصافي. صافي ما تحاولي ما تخليش يجبد لك لسانك، باش ما هي اون فوا يبقى يهضر معاك ويجبد لك لسانك يقدر يكون كيشجلك وداك الشيء، وغادي تكوني خليتي على راسك دليل، فبالتالي غادي تدمي في الاخر وما تلقاي حتى شي حل. اما دابا مادام انك ما هضرتيش معاه، ما عرفتش واش هضرتي معاه في التليفون على هذا الامر، الله اعلم، مع قلتي جاب الرقم ديالك ولكن ما عرفتش فاش هضرتي معاه، غير حاولي انك تحفظي لسانك، وحتى لو بغيتي تجاوبيه انت شجليه وقول له شنو كتخرف، انا راه ما كنعرفكش اخويا. صافي هادشي اللي كاين، وان شاء الله ما تخافي من والو، الله ينجينا وينجيك من شر خلقه، ونتمنى من الاخوات الكريمات ينصحوك ويقولوا لك شنو خصك ديري وما يبخلوش عليك. هادشي اللي كاين، شكرا لك، شكرا على القصه ديالك اللي الصراحه كلها عبر وكلها رسائل، لان بحال هاد القصص كيوقعوا بزاف ديال العائلات، ولكن ما يعني ربي سبحانه وتعالى كيسر وصافي. والله لو لم تكن ستره الله علينا راه يعلم الله شنو، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يسرنا ويسركم ويسر جميع المسلمين، إن الله ستار حليم يحب الستر. فالله يسر علينا وعليك وعلى أمة المسلمين كاملين، وما تديهاش فيه لما كانش عنده الدليل، ما عندك مناش تخافي كنقولها ونعودها. شكرا لكم، شكرا على تتبعكم للقناة، شكرا على دعمكم ليا، شكرا على الكلمات الجميلة اللي كتقولوها في حقي، دمتم أوفياء القناة تسمح حكايتي. اللي بغى يشارك معنا بالقصة ديالو، معاناته أهات أحزان وأفرح أي حاجة كتهمكم، فما عليكم غير تواصلوا معايا عبر الرقم اللي هو 06-37-054-49. الرقم موجود كذلك في بداية الفيديو وفي صندوق الوصف. كلنا آذان صاغية، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.